يحس فيك مثل ما بحس فيك انا. صاير ظروفي مثل نهر العاصي ماشي وعم ياخد كل شي بطريقه، ما في شي بحياتي ظابط بنوب. بنوب كل شي ماشي بالعكس، وما رح انجح بحياتي لحتى حل مشاكلي كلها، وإذا ما تغير هالشي ما فيني أساعدك. لو ما عملتني وكأني ماني موجودة، كنت شفتني جنبك وعم بستناك لآخر يوم. بس أنا هلأ مثل نهر العاصي وبدي أمشي عكس التيار. شو جبت لكم؟ فطاير عملته مثل ما علمتيني. ولك بنتي شو قصتك انت كل ساعة بتنطي لنا؟ والله بدي اقول له لكريم يربطك بالبيت. ماشي لكن روحي اعملي لنا شاي. طيب انتوا ليش ما بتجوا لعندي؟ كيف بدنا نجي لك بنتي؟ وهالشغل اللي هون مين بده يشتغله؟ عم نركض ركض وما عم نلحق. انا بساعدكم. شو بكون عن جد عم بحكي؟ تعلمت نظف واطبخ وكل شي. والله ما عم بمزح، خلوني جرب وشوفوا. هيك لكان بهالكم يوم صرتي تعرفي كل شي مو هيك؟ طيب امشي قدامي، يلا امشي يلا. يعطيكم العافية. شكلك مو على بعضك، فيك شي؟ هيك صاير يا أخي. حل هالعقدة واحكي معنا بقى. شو الأمور تعبانة بينك وبين حبيبة القلب؟ خلينا هلا بالشغل. ملاحظ إنه ما عاد اهتمينا بالشركة، لازم ندير بالنا على شغلنا أكثر. إذا هيك نحن جاهزين. أول شي عم فكر نعمله بالخصوص أرجع أشتري الأسهم اللي بعتها. عن جد كتير منيح، نحن أكيد معك. طيب خلينا نعمل حساباتنا ونشوف شو منقدر نساوي. أنا رح رتب الموضوع كله وخبرك بالتفاصيل. كأنك نسيان إنه في عندك اجتماع ولازم نطلع فورا مشان نلحق. بعرف، أنا رايح خاطركم. الله معك. خلينا نغسل هاي، مو كتير وسخة. شو رأيك نبلش فيها مو أحسن؟ ايه فاتن، رفعي السجادة مع خالتك فاطمة. لو ضليتي ببيتك كان أريح لك من هالجاية. ما كنت عرفانة إنه رح يصدقوني. شو يا خانم، على أساس صرتي ست بيت؟ مين اللي ضربك عيدك لتحكي هالحكي؟ خير إن شاء الله. ومين هاد كمان؟ فاتن بتعرفي هالشاب؟ ما بعرفه ماما. يمكن هذا ابن رفيقه لبابا. مرحبا مدام. اهلين وسهلين. فيني شوف احسان بيك؟ يمكن قاعد بالمكتب. شو كنت عم تشتغلي قبل؟ كمان سكرتيرة. تعا بدي احكي معك. خير شوفي كمان؟ قلت لك تعا. انت هون لتشتغل مو لتطق حنك. انا واحد من المدراء وفيني حاسبك، تبع حالك. انا لهلا ما قصرت بشغلي ابدا، وفيك تسال الانسة ليلى اذا بتحب. الانسة ليلى؟ اعطيتيه وش لهالولد قام صدق حاله وراسه ما عاد حمله. لو الامر الي ما بشغله حتى يموت من الجوع. طول بالك، عم يشتغل شغله واموره كلها تمام. أنا ماني عارفان شو اللي مضايقك منه. أنا ما بعرف إنه النسوان بيقدروا يميزوا، وعندهم قدرة يكشفوا المنيح من العاطل، بس الظاهر هالعطر اللي حاططيه سادد لك أنفك. رسلان انتبه على كلامك معي، أنا ما بسمح لك تحكي هيك. بس أنا قصدي إنه عطرك حلو ما بيخليك تميزي الروايح البشعة اللي حواليك. كلامك كان له معنى تاني.
آسفة أنا فهمتك غلط. ها لكان حبيبات قلبي وصلوا. يا هلا. أهلين بابا. يا لطيف شو اشتقت لكم. أهلين بالحلوة. كيفك جدو؟ كيفك صهري؟ ليش واقفين؟ عدوا ارتاحوا. بابا يخزي العين كأنك راجع شاب ومبين عليك مروق. لك شاب شو؟ بس لما شفتكم فرفع قلبي من جوا. مزبوط مزبوط. المي الكبريتية ناسبتك ما هيك؟ احكي لنا لشوف كيف قضيت وقتك. شو بدي احكي لك؟ شي بملل والله. مغاطيس ونوم وتدليك. هي هي هيك قضيناها. يا اهلين وسهلين. مو معقول شو اشتقنا لكم يا جماعة. كيفك عمو احسان؟ وانتي خالتي ناريمان شو اخبارك؟ شو يا صهر؟ شو سمعنا قال انت صاير مسؤول عن القروض وبيع الاراضي مزبوط؟ دبرت حالك ما هيك؟ والله ما بينخاف عليك. شلون الشغل؟ ما حدا بيقدر عليك ما هيك؟ يعني لهلا الشغل ماشي وما في اي مشكلة. والله اللي بيطلع على وشك بيقول ما في شي ماشي. ما بدك تتغير معه؟ صحيح ما سألتك رولا مبسوطة مع جوزها؟ يا حرام مسكينة هالبنت. مو معقول قديش تعذبت لحتى تجوزت هي وهالشاب. صحيح كيف هلا؟ الحمد لله منيحة وزياد جوزها عم يشتغل. أنا أذنكم شوي بس لرد على التليفون. ألو نعم. وانتي كمان يا حلوة رحتي معهم على العشاء؟ صحيح أنا ما كنت هون بس بعرف كل شي صار وبيصير معكن. أي مضبوط رحت. واليوم علي بيك عرض علي شغل بالمعمل تبعه. أوه. حلو حلو. تعي لشوف تعي. خلينا نقعد بالمكتب ونحكي عن الشغل الجديد. يلا تعي. خليني ضيفك من الراحة اللي جبناها ونحن راجعين من حمامات المي الكبريتية. وهي كمان جبتوها وانتو راجعين الحمامات؟ لا طبعا لا، وصالي عليها من عند احسن صايغ بالبلد. اوه كتير منيح. غبت شوي وشوفي قديش صار شغلات. علي بيك عنده مجموعة استثمارية كبيرة برا، حابب يكون هذا المعمل جزء اساسي من مجموعته. معناتها صاحبنا عنده مصاري كتير. طيب خلينا نشتغل سوا ونستفيد. لازم نتعرف عليه. هالشغل رح يكون كتير منيح إليك إذا فتحت عيونك منيح. اطلبي منه نسبة، لا تاخدي راتب. نسبة؟ في عندكم التزامات كتيرة وعليكم ديون ما؟ وهي الفرصة اجت على رجليها. فكري كيف تستفيدي منها. صدقيني ما بظن انه علي بيك رح يلاقي احسن منك بكل هالبلد. اطلبي نسبة ورح يوافق دغري لانه هو بحاجتك يا جدو. بابا شو هالاساور والذهب كله؟ معقولك بدي هيك وحدة علي؟